كان واحد من الأخوان أسأل الله أن يحفظه، اسمه السيد حامد الرفاعي، من أحب رأيته مرة واحدة وأحببته. إي والله، والله إني أحبكم في الله عز وجل. فكان معه اثنين من فرنسا، واحد عميد الدراسات أو كذا العليا. الشاهد أنها كانت من أروع الليالي في حياتي. فيقول، يقولون قصة الناس اللي أسلموا في فرنسا عند هذا الرجل، يقول فيه وحدة كلمت المسؤول عن المركز الإسلامي في فرنسا، فقالت لا أبغى أسلم، أبغى أقابلك. ما قالت أبغى أسلم، قالت أبغى أقابلك الآن. يقول كان بكرة عيد. قلت لها يعني أنا ماني فاضي، أنا بكرة عيد. قالت له بجيك، والمكان 4 ساعات، 4 ساعات الطريق. تقول أنا في المنطقة هذه وبجيك الآن، المسافة 4 ساعات. قال يا بنت الناس أنا عندي بكرة عيد ومعي أهل وبتقضى وماني فاضي. المهم قالت بكيفك، أنا جاية جاية. قلت سبحان الله. قلت لها إذن ما دام مصرة، بعد صلاة العيد، يقول أعطيتها موعد الساعة 9:30 من بكرة. أعطيتها الوصف، الساعة 9:30 إلا الباب يطق. يقول فهرعت أطالع من فتحة الباب، يقول لا إله إلا الله. يقول ما رأت عيني مثل هذا الجمال. طبعا استغفر الله، ما يجوز يا جماعة، ها ما يجوز، لكن النظرة الأولى. الشاهد يقول وقعت عيني عليها في نظرة أولى، ما رأيت مثل هذا الجمال. يقول رحت مباشرة، الشيطان يقول له افتح يا حبيبي ما بتلقى، هي اللي جاية. استغفر الله. يقول فتذكرت أنا احترامي الديني، فراح قال لزوجته تعالي أنت. وأنا أحذر كل واحد يا جماعة، لا تعطي نفسك الخطوة الأولى. الشيطان ما يبغى منك أول مرة أنك تتعرف وتسوي اللي تبغى، لا، أول مرة يقولك بس افتح يا أخي، شوف المعقد هذا، افتح الباب شوف ايش عنده. لا، ترى يا جماعة الفتنة سهل تدخل القلب، لكن والله العظيم أصعب ما تكون إذا بغيت تطلعها. وكل خطوة تتقدمها مع الشيطان كل ما صار وضعك أسوأ. يصير عندك خيارين، إما أنك تتوب وترضي الله عشان تدخل الجنة وتنجو من النار، وهذا بكلفك قد الخطوات اللي خطيتها بتتعاني معاناة، أو أنك تقول أصلا خربانة خربانة. والله العظيم ما نتحمل يا جماعة 3 ثواني، لو أقول لك خذ 60 سنة أعصى الله فيها، سو اللي تبغى، اسرق وزني وسو اللي تبغى، بعد 60 سنة 3 ثواني فقط، أبا أجيب جمر محمى عليه، أبا أحط وجهك في الجمر هذا، 1 2 3، والله وخلاص أفكك، والله ما تتحمل. فالشاهد يا جماعة، الرجل نحسبه والله حسيبه، تصرف حكيم وأحترم نفسه، راح لزوجته قال روحي افتحي الباب وانت كلميها. فالمرأة ما هي داعية زوجة الرجل، فصارت تكلم المرأة والرجل موجود. فقالت لا أنا أبغى أسلم. فقال لها كيف يعني، إيش اللي خلاك تفكرين في الإسلام؟ ثانيا إيش اللي خلاك تصرين مع أني أقول لك أنه عندنا عيد وعندنا كذا وأجله؟ قالت أنا مسؤولة كبيرة في الدولة، في مؤسسة الضرائب، أو ما أدري اسمها مؤسسة ولا أشياء، الشاهد أنها مسؤولة في قضية الضرائب. تقول فعندنا شايب كبير مغربي من المغرب، تقول لما رأيت يعني عندها عربة يبيع فيها خضار ما أدري يبيع، يقول فجاي يدفع الضريبة. تقول فشفته جاي في المؤسسة حق يدفع الضريبة، فقلت له إيش عندك؟ قال لا أنا جاي أدفع الضريبة. طيب إيش عندك يعني، محل ولا سوق ولا؟ قال لا أنا معي عربة. قالت له يعني أنت الحين ما عربة لا تخسرنا كهرب ولا عندك أي شيء، يعني أنا ممكن أنزل لك الضرائب وأكتب لك أنك دفعت. يقول فقال هل هذا مكتوب عندكم في النظام أن اللي عنده عربة نسامحينه؟ قالت لا يا أخي، بس أنت يعني وضعك يعني وش بتحصل إذا دفعت الضريبة؟ راح عليك كل شيء. قال لا 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 لا، أنا أدفع مثلي مثل غيري.
قالت له أنا المسؤولة، ما أحد بيسألك، يعني أنت إيش خايف من إيش؟ القضية عندي وأنا بكتب أنك دفعت. قال أنت بتكتبين أنك دفعتي، لكن في واحد بيكتب ويعلم أني ما دفعت وبيسألني. الله أكبر. قالت إيش تقول؟ من هو هذا؟ أنا المسؤولة. قال لا، أنت مسؤولة عن الأوراق اللي عندك، أنا مسؤول عن كل ذرة غير يدفع وأنا ما أدفع، بعدين أنا أدفعها الحين أحسن ما أدفعها هناك. يقول خلت الأوراق، قالت تعال تعال أنت إيش عندك؟ من هو هذا اللي بيسألك؟ قال اللي بيسألني الله. قالت من هو الله؟ قال اللي بيسأل الناس كلهم، اللي يقول سبحانه فوربك لنسألنهم فوربك لنسألنهم أجمعين. كلنا عن إيش؟ فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. قالت يعني في يوم حساب بيسألنا الله عن كل شيء؟ قال نعم ولا تذور. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. فأنا أحتر نفسي عشان هذا. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل، حبة من خردل، فتكن في صخرة، يعني مو عصيتها في غرفة، في صخرة، يعني معصية خبيتها جوا صخرة، أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. يقول فقالت يعني أنا لي عم قتل وأنا كنت طفلة، قتل من 20 سنة، فالعائلة قتل واحد ظلما والعائلة كلها تسترت عليه، وأنا إلى الآن ومات عمي لكن ما أخذ جزاءه، فكنت أحترق أقول كيف يموت هذا وما أخذ جزاءه. قالت فأنت قلت لي أن في يوم سيقوم فيه. قال نعم، سيقيم الله عمك وسيحضر المقتول وسيقتص للقاتل من المقتول، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث القنطرة. قالت أبغى أدخل دينكم، أنا أبغى هاللي تحس فيه أحس فيه أنا. فلما جاء أخذت منه رقمك وجيتك يا شيخ. فقال الشيخ طيب الآن. قالت كيف أسلم؟ قال تشهدين لا إله إلا الله، شهدت، وأن محمد رسول الله، شهدت. قال طيب بس أنت الآن شكلك كذا ما يصلح وأنت مسلمة. قالت قصدك الحجاب؟ يقول طلع الكيس اللي معها اللي هي جايبة الحجاب. قالت أنا بس أسلم وما أطلع عندك، وتخرج من البيت وهي محجبة. إيش اللي غيرها؟ إيش اللي غيرها يا جماعة؟ ما أحد يسألها هناك عن تحجبت ولا ما تحجبت. جماعة هي القضية تبدأ من هنا. والله يا جماعة الموضوع حتى أبعد من هذه، مو أني أحترم أخوي ولا أحترم عامل، لا والله أحترم منديل في الشارع من الإيمان. يقول أحد الأخوة لي، يقول أقسم بالله، يقول ادعي لي يا شيخ إن الله يثبتني. يقول كنت مفسد إفساد عظيم، يقول حتى أني كنت يعني أطلع أنا والشباب من الطفش نأخذ معنا بيض وطماط أجلكم الله، يقول فما نمر لم عامل ولا شيء بالسيارة إلا نضربه، يقول يعني شف كيف الأذى. يقول جاء يوم من الأيام عملت عمل، ثم قعدت أفكر في وضعي، يعني إيش هالحياة اللي أنا عايشها، سويت كل شيء وحياتي يعني طفش، أنسي نفسي لين أنوم، أنسي نفسي لين أموت، طيب بعدين ومت إيش بيسوي لي رب العالمين وأنا فعلت فعلت. يقول فقررت التوبة وأعلنت توبة خالصة لرب العالمين. يقول فمجاهدة شديدة، سجود طويل، شرح الله صدري الإسلام. يقول أقسم بالله العظيم إني أحترم حتى الزبائن أجلكم الله، يحترم الزبائن. يقول والله الذي لا إله إلا هو. يقول لي يمكن تضحك علي يا شيخ، لكن أقسم بالله إن من أسعد لحظات حياتي لحظة ما أنساها، مريت في شارع إلا أجلكم الله برميل القمامة، كان
طايح، طبعا طايح وسائلة منه أشياء وأجلكم الله والله يكرمكم وصخة وذا. يقول فمشيت وتعديت، يقول ففي شيء هنا قام يأشر. قال تذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام، الرجل اللي مر على جذع نخلة شجرة فراح، ثم قال لا أنا ممكن أكسب صفقة بهذه، فرجع وأزالها عن، قال حتى لا تؤذي المسلمين. أسعد رجل وأسعد طلعة في حياته، قال النبي عليه الصلاة والسلام والله إني أراه في أنهار الجنة يتقلب فيها بهذه الفعلة. يقول فرجعت قلت شجرة، يعني كانت ما هي وصخة، شجرة. يقول قلت هذه وصخة إن شاء الله أجرها أعظم. يقول فرجعت، يقول جيت أبشيلها فشفت يعني في وصاخة سائلة، يقول فجيت أباخذ كيس عشان أبعدها. يقول ثم قلت لا والله أبغى أغسل بعد شوي، لكن أبغى الله يشوفني وأنا أشيلها لوجهه. يقول فشلتها والله بأوساخة، يقول في حياتي ما فعلتها، يقول فشلتها لله عز وجل وبعدتها. يقول أقسم بالله أني حسيت بطعم غير طبيعي وتعديت، ثم رجعت الآخذ الأشياء اللي باقية جنب البرميل، باقي أكياس. يقول أحسست بعظمة لا يعلمها إلا الله عز وجل. يقول فهذا الموقف والله ما أمر في أزمة ولا تضيق بضائقة، فأدعو الله عز وجل بهذا الأمر إلا ويفرج الله عني. آخر نقطتين أسأل الله أن يعيني على إتمامها، وأسأل الله أن ينفع بها من قالها ومن سمعها، أن ينفع بها من قالها ومن سمعها. بقى معنا شيء؟ بقى معنا وقت؟ أمرين أحبة الفضلاء. أحد الإخوة عندنا في المستشفى، أي لا خلاص، أحد الإخوة عندنا في المستشفى مدير إدارة. هذه الإدارة أفرادها أخذوا يعني الإدارة الوحيدة اللي تفرخ مدراء، يعني كل ما فتح قسم جديد قالوا جيبوا له من هذا القسم. أنا أعرف هذا المدير جيدا، فسألته قلت له كيف بعد توفيق الله عز وجل يحبونك الناس اللي تحتك كلهم، وما شاء الله تبارك الله كل واحد في الإدارة يصلح مدير، كل واحد في الإدارة يصلح مدير. قال والله ما هي يعني ذكاء ولا هي قضية اتباع آية وحديث. كان في البداية يتكلم عن الحديث. إيش الحديث؟ طبعا هو دائما يجتمع بال قلت لي يعني انت باخذ دورات في كيف تكسب المرؤوسين لا قال والله لا دورات ولا شيء، هو حديث واحد ثم بعده جاءت آية. ايش الحديث يا جماعة؟ ديننا عظيم كامل، يقول انا اطبق معهم كلهم حديث اترضاه لامك. يعني يقول إذا جيت الآن أبا عامل جاي موظف مسوي غلط، فأنا أبغى أقابله الحين على هالغلط. يقول فأتذكر إيش كان يسوي النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أحط نفسي مكانه، كيف أحب أن مديري يعاملني إذا أخطأت؟ يقول فتلقاني معصب إذا وأنا أناقش حاط وجهي مكانه. يقول فأحس أني أبدأ ألين وأقول له يا حبيبي. طبعا يقول بالضبط زي ما أنا أحب أني أعامل. يقول أقسم بالله العظيم إني شفت النتائج، كنت أبغى 30% تصحيح صرت أشوف 300% تصحيح. والله ما يطلع أحد منهم إلا مو بس يقبل فكرتي، يجي يحب راسي، ما يحب راسي عشان أنا مديرة. يقول كل المدراء غيري ما يحبوا رؤوسهم، يحب راسي. يقول حب، يقول والله هذا فعلي معهم، وصرت أتبع إيش كان يسوي النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه. فقلت لأخذ الآية هذه، يقول الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام واخفض جناحك، لحظة اخفض جناحي، نبرة صوت تقل واحترامي لنفسي ونبرة الغضب يقل، كل شيء يقل. ايش اخفض جناحي لمن؟ واخفض جناحك لمن؟ لمن اتبعك. انا أخفض جناحي لمن اتبعني، مفروض هم يخفضون، هم أتباعي، المفروض أخفض جناحي للي أتبعهم ولا
شف السياسة واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. سهل تكسب موقف، لكن سهل أكسبك أنت، لكن صعب أكسبك أنت. القضية مو أنك تكسب موقف مع زوجتك ولا مع ولدك وتمشي كلمتك، سهلة. ما تروحين خلاص انتهى، ما تروح أنت مرؤوس عندي، ما تطلع. كسبت موقف لكن خسرتك أنت، صح؟ طلعت أنت منت راضي. لكن كيف لو كسبتك أنت واحترمتك أنت؟ فإذا كان هذا الاحترام يا جماعة مع المرؤوسين بحديث واحد وبآية واحدة تخليك تكسب، يعني بدل ما أقعد مع مرؤوسي 10 مرات أقعد معه مرة واحدة وأنا أحس أني فعلا والله أعدك مكان نفسي، ولو كنت مكانك أنا أحب أن أعامل بهذه الطريقة. فما بالك عادي جماعة بقضية احترام أمك ولا أبوك. الشيخ كان يتكلم عن المرأة فآلمني والله، ما هو عشان يا جماعة ما هو ما احنا قاعدين نزايد وننظر، لا والله هذا كلام الله ما يبدل، مو احنا عشان نعكس صورة، لا 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 لا، ما في دين في العالم جعل الجنة عند قدم المرأة. يعني انا لما اجي واحب رجل امي تتحرج؟ تحرجون يا جماعة؟ تحرج؟ اقسم بالله اني في اعظم شرف لما اقبل ما هو ظاهر رجل امي، بطن رجل امي. قال ثم من؟ قال امك امك امك. 75% مقابل 25% لابوك. تبغى تعرف انت احسن الناس ولا لا؟ لا يغرك كم صلاة تصلي واجب، لا يغرك كم صيام نافلة. قل لي كيف تعامل اهلك اقول لك ايش قدرك عند رب العالمين. الله سبحانه وتعالى يقول واخفض لهما جناح الذل. يا جماعة جناح، شوف كلمات القرآن، ما قال اخفض لهما جناح العز. جناح العز رفيع صح، لكن جناح الذل اسمه ذل تحت صح. بعد يقول لا ما يكفي، الذل بين يدي أمك وأبوك ما يكفي، نزلة تحت. ها، هل إحنا نعامل أهلنا كذا يا جماعة؟ كلمتك أمك بالتلفون أو أبوك، انتبه نبرة صوتك نفسها مع أخوياك، لا 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 انزل انزل. أنت بتدخل البيت أهلك أمك وأبوك وقف وتذكر الآية واخفض لهما، غير كل اللي فيك وانت قاعد بين يديهم اقعد تحت، سمي جعلك في الجنة، أفداك أقبل قدمها، تقبل قدمها، لك الشرف، لك الشرف والله. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. جماعة سبق وقلنا هالكلام لكن أحتاج أعيده. لما دائما في متناقضين مثل ما ذكر دكتور أبو أحمد، في المتناقضات ما تجتمع، في متناقضين ما يجتمعون في أي تعامل مع أي أحد، حتى مع الله، حتى في تعاملك مع الله، إلا مع الأم والأب يجتمع هذين المتناقضين، وهذا المتناقضان غصب. إذا كنت مؤمن، إذا أنت فعلا تبغى أنه ساعاتك ودقائقك اللي قاعد معهم، دقائقك أنها تسوى عند ربي وتأخذ عليها أجر. إيش؟ أنا لما أتعامل معك إما أتعامل معك برحمة أو أتعامل معك بذل. كيف؟ واحد أعلى منك، طبعا المؤمن لا يذل أبدا، لكن أنا أتكلم عن التعامل، المؤمن لا يذل إلا لله، لواحد فقط، لأن مالك عندي شيء، لا ترزقني لا ما بيدك شيء علي، أحبك وأحترمك بس ما أنذلك، رزقي ما هو عندك. المؤمن عزيز، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، ما قال أنتم العالي، لا الأعلون إن كنتم مؤمنين. المؤمن يعرف أن مالك ما أذل لنفسي لأحد. أنا يا أم دائما التعامل بين الناس أذل لمن هو أعلى مني وأرحم من هو أدنى مني، مستحيل أرحمك وأنذلك في نفس الوقت إلا مع الوالدين. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، كيف أنذل وأرحمه؟
وما تكفي كل هالتعامل، خفض جناحي، تكلمت معهم بشويش، قبلت أقدامهم، ما جعلتهم يحتاجون شيء أنا أقدر أسويه إلا سويته، وبعد كل هذا الذل وهذه الرحمة ما تكفي، وأن طالع وقل ربي ارحمهما ما تكفي كما ربياني صغيرا. فهل إحنا يا جماعة نحترم آبائنا وأمهاتنا بالطريقة هذه؟ ختاما، الشيخ من شوي يقول أنه بعض الدراسة اللي ذكرها الشيخ لقضية الخيانة الأزواج أو الزوجات، ليس هناك مبرر أن تخون. عندك جفاف اليوم يا جماعة، البرامج أثارت الناس بدون ما تعطيهم حل، قالت جفاف عاطفي، فصارت المرأة والرجل يحب يدور ما في يا جماعة. من يريد العز، من يريد الشرف، من يريد الاستغناء بما تعنيه الكلمة، ما يفضفض لبشر ضعيف زيه. لا والله، أنا عندي مشكلة والله ما أقولها إلا لله. يا جماعة كلمة الشكوى في القرآن، قلب المصحف. مشكلتنا هذه يا جماعة، أن لما أعرضنا عن القرآن تلقفتنا الشياطين. ومن يعش عن ذكر الرحمن، تعامل ما له دخل في القرآن، جفاف عاطفي، أروح أفضفض للناس، لا، القرآن إيش يقول؟ ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا. على طول يجي عاد يفتح لك الشات ويفتح لك الانترنت ويفتح لك. فضفضي، انت عندك جفاف عاطفي، انت زوجك اصلا ما قدرك، ابوك ما امك ما عمرها قالت لك كلمة حلوة، لا لا لا، عندي ربي. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. مع ريموت كنترول يحركه. وإنهم ليصدونهم عن السبيل، أخذ في طريق جهنم والعياذ بالله. ويحسبون أنهم مهتدون. تقول لك يا أخي إيش أسوي؟ لا، إيش تسوين؟ شوفي الشكوى في القرآن لمين؟ الشكوى في القرآن بكل تصاريفها لم تذهب لبشر. ومعلمي وحبيبي وأستاذي الشيخ أبو أحمد الدكتور قال البيت قضية الشكوى. شو يا شيخ؟ ولا بد من شكوى إلى ذي مروءة يواسيك أو يسليك أو يتوجع. أنا أقول القرآن يقول هذا البيت غير صحيح، سامحني. ليش؟ لأن الشكوى في القرآن ذكرت بتصنيفات، ذكرت مرة يشكو، وذكرت مرة يشتكي، وذكرت مرة تشتكي، وذكرت مرة أشكو. كل هذه التصاريف لم تذهب لأحد إلا لواحد، واحد قادر يحل مشاكلك، قادر يحل مشاكلك. أنا لما أفضفض لك ساعة، أنت ما بدك تغير حالي، أنت عندك مشاكل أصلا. الشيخ يقول تو الشاب اللي كان يكلمها قال كل الناس عندهم، يعني هو يشكو ضعف أصلا، فكيف أشكو لضعيف؟ الله عز وجل يقول لنا لما حاولوا يحركون جوانب يعقوب عليه السلام، مع العلم بأنهم هم الذين أضاعوا يوسف، يعني عندهم معلومات، يعني ممكن ينفعونه، يعني ممكن يقدمون له معلومة على الأقل عن المكان. لما حاولوا يحركون الجوانب تذكر يوسف، على طول قال إنما، أداة حصر، إنما أشكو بثي وحزني. يقول أنا مليان حزن، حتى عيوني صارت بيضة من الدمع، من الهم، وبيضت عيناه من الحزن، ومع ذلك والله لا أشكو لي بفقرة مساكين. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. ليش أضيع وقتي مع ناس ما يقدرون؟ ليش أضيع وقتي مع ناس ما يعلمون؟ ليش أضيع نفسي مع ناس أنا أعلم أنه عنده مشاكل مثلي؟ يا جماعة لما جاءت المرأة للنبي عليه الصلاة والسلام، قال الله عز وجل قد سمع الله قول التي إيش؟ تجادلك في زوجها.
لاحظ ما قال تشكو إليك زوجها. شوف الدقة في الكلام، عشان فيها عقائد، هي فيها تغيير أفعال، لابد ينجم عن تغيير عقائد داخل. أنا لما أدري أنه رزقي مو عندك ما أكذب عليك عشان أبيعك سلعة وأنا كاذب. أنا أعلم عقيدة أن رزقي عند الله. اليوم الله كاتب بكسب 200، والله بكسب 200، كذبت عليك ولا ما كذبت؟ فليش أكذب عليك؟ عقيدة. أنت أصلا ما تقدم ولا تأخر، فكيف أكذب عليك عشان أخذ منك؟ ما هو منك، هي من فوق، وفي السماء رزقكم. إذن قال الله قول التي تجادلك في زوجها. لما جاءت شكوى ما قال وتشتكي إليك، لا، أنت بشر، ومع أنك رسول الأمة أحب خلق الله وأرفعهم مقام، إلا أنك لا تستطيع قلب زوجها ولا تستطيع قلب حكم شرعي. أنت ستفتي بأمر الله، صح؟ تجادلك في زوجها، الكلام أخذ وعطى، وقال لي أنت علي كظهر أمي يا رسول الله، والشكوى هي تقول والشكوى ليست لك يا رسول الله، الشكوى لله. فالله ينقل الحدث بدقة. وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. أنت حبيبي لما تسجد إيش قاعد تسوي؟ اشتكي إلى الله. فإذا يا جماعة إحنا والله العظيم قاعدين نضيع أوقات، والنتيجة والله إن أضحكت 20% أبكت 80%، لكن إذا اشتكيتها لله وبثيتها لله انتهى أمرك. آخر قضية بقى ولا خلصنا الوقت؟ خلص. الله يحفظكم، جزاكم الله عنا خير، والله يوفقنا وإياكم يا جماعة، ويحفظنا وإياكم بحفظه، ويوفقنا وإياكم. السلام. حنا الشيخ ترى متعمدين نخليه يختم، لأن ما نبي نتعبه، حنا راح نختم مع الدكتور، بس أنا قبل نختم ودي أذكركم شغلتين. الشغلة الأولى، الجمعة المقبلة إن شاء الله تعالى، ليست غدا، التي تليها إن شاء الله تعالى، سنكون في مجمع أبو يعقوب في البحر سنتر إن شاء الله، أكيد في البحر سنتر إن شاء الله، مع الشيخ سليمان الجبيلان وفيصل لبان من جدة، وكذلك الدكتور محمد العوضي في البحر سنتر في حولي اللي على الدائرة الرابعة. ونذكر بالإعلاميات، ونذكر بالتصوير في إعلان الاحترام في الختام. وتفضل دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. علشان ما أطول عليكم أحطها في نقاط. في البداية يجب أن نتقدم بالشكر الجزيل لمجمع البيرق في تسهيله وتعاونه، إدارة وملاكا في تسهيله وتعاونه لهذه الفعالية. ثانياً، النقطة اللي نبه عليها الشيخ، نحن عندما نقول أن عدم احترام الزوجة قد تزل بها القدم وتشبع عاطفياً من ذئاب، هذا ليس مبرر، إنما توصيف. اللي عندها إيمان، المؤمنة التقية، الإنسان حر مكلف مسؤول عن كل فعل يعمله، وهذا لا يبرر أن يقع في الحرام، لكن قاعد نقول أن الإنسان بطبيعته ضعيف، فلماذا يساهم الناس في هذا الضعف من خلال إسقاط الكرامة والاحترام والحقوق؟ ثلاثة، أجمل أنواع الشكوى والعلاج هو أن يبث الإنسان شكواه إلى الله كما تفضل الدكتور، وهذا لا يناقض بيت الشعر. لا يظن أحد أن الدكتور يقصد أنه حرام وحد لا يشكو، لا، اشكو وارفع شكواك لقاضي، لرجل أمن، نعم، لواحد تفضفض عنده، هذه طبايع بشرية. لكن إذا كان البشر عندما يفضفض مشاعر عند الآخر حتى لو لم يحل مشكلته يحس بارتياح، فكيف إذا ارتمى على عتبات باب الرحمة في ظلمة الليل يشكو إلى الله سبحانه وتعالى؟ لذلك حتى في الطب النبوي لابن القيم فصل علاج العشق، يقول إذا سكرت الأبواب فخلاص تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى لجوء لا تعتمد فيه على أي سبب. الشيء الآخر، يجب أن ترحموا الشيخ وتعطونا فرصة يستريح، لأن هني خلاص معناته إحنا ما نحب نرد أحد، فسوي لنا حاجز يا شيخ عن بعدين بالجملة يا شيخ، زين، الله يجزيهم خير. أنا بحب أذكر موقف علشان نعرف الاحترام
وسمات التي قد لا ننتبه إليها ينتبه إليها الراصد الاجتماعي. ذهبت إلى مدرسة ومدرسة أبناء صغار لسنة خامس يدرسونهم نساء، النساء الآن معلمات. قالت لي المشرفة الاجتماعية: يا محمد، ها؟ إيه يا محمد، يا أستاذ، يا دكتور، اليوم خامس ابتدائي يفهم غير الجيل اللي أول. اليوم التقنيات والفضائيات والقفزات المعلوماتية التي بترت عن سياقها الزمني المتدرج شيء مخيف. قلت لها: شلون يا أبلة؟ قالت: الولد قاعد مع زميلة اللي أصغر منه في حوش المدرسة، وتمر مدرسة وكانت كاشخة شوية، يعني لابسة كويس، فالولد أبو 5 سنوات يقول حق صاحبه: يا سعد، يا سعد، شف 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 المدرسة، شف جاك، جاك الصاروخ، جاك جاك الصاروخ. هذا 5 ابتدائي. كيف عرف؟ هنا ما لم تذكره المدرسة المشرفة الاجتماعية أن الأبلة تلك أكيد كانت تلبس شيء ما يتناسب مع وظيفة المعلمة. فعندما نأتي إلى اللباس نقول أن اللباس لكل مقام مقال. في مدينة أبها، أنا كنت فيها قبل أسبوع اللي فات، قرار صدر قديما بأن الناس ما تراجع الدوامات والوزارات بملابس النوم. مع الأسف الناس إذا ما يضبطها القانون تتفسخ مرة واحدة. في نظام، في ممكن واحدة تروح العزاء بلبس البحر؟ ما يمكن، حتى في المجتمعات الملحدة المادية المنحلة، صح ولا لا؟ في قيم. أنا يهمني أن أذكر حديث أنس. يا أنس، في كتاب اسمه للإمام ضياء الدين المقدسي من علماء القرن السابع: صلاة الرسول خلف أبي بكر الصديق. جمع جزء في الروايات، لكن هذه الرواية اللي ذكرتها أن الإمام الزهري يقول: أخبرنا أنس بن مالك وقد صحب رسول، تبع رسول الله وخدمه وصحبه، هالصفات الثلاثة، قال: كنا نصلي خلف أبي بكر الصديق رضي الله عنه في وجع النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي توفي فيه، آخر صلاة الذي توفي فيه. فبينما نحن صفوف في الصلاة إذ رفع الستار عن رسول الله عليه الصلاة، رفع الستار عن حجرة رسول الله عليه الصلاة والسلام. غرفة الرسول تطل على المسجد في ستار، وأطل علينا رسول الله عليه السلام وهو قائم. لاحظ الوصف، لاحظ الاحترام، لاحظ الصحابي أدخل تشبيها ما استطاع أن يسكت، كأن وجهه ورقة مصحف، يشبهه احتراما بأجل كتاب، بورقة كتب فيها كلام الله، ورقة مصحف. فتبسم يضحك. أول معلومة أو معنى أن قام الرسول واقف، وهذه فيها معنى أن القائد يجب أن يعطي دفعا معنويا لأصحابه: أني ترى ما زلت معاكم وأنا قوي. تلاحظون لما يجي خبر أن رئيس الجمهورية الفلانية أو الأمير الفلاني أو الملك الفلاني في مرض شديد وكذا، على طول تطلع الخارجية وتنفي أو تقول متعافي أو تقول الحمد لله. ليش؟ لأن فيها هزل الأمن القومي. وقف يعطيهم الدفع المعنوي. ولاحظ: وتبسم. يقول الإمام النووي: لماذا تبسم؟ تبسم لأنهم رأهم في الجماعة يصفون، ورأهم متبعين لإمامهم، ورأى اجتماع كلمتهم وإقامة شعيرة الله. وكان من هديه عليه الصلاة والسلام أن يفرح لكل خير، يستبشر وجهه ويستنير. بعد كأن وجهه ورقة ماجن على الاحترام الدقيق. يقول: مما شاف أبو بكر الصديق هذا المشهد، الرسول قام من مرضه ونظر، نكص على عقبيه إلى الصف، رجع وراء. ليش؟ الرسول راح يدخل، ظنا منه أن الرسول سيأتي، فأشار عليه الصلاة والسلام: على رسلك، خلك في مكانك. يعني شوفوا الاحترام، مجرد الرؤية رجع. احنا اليوم الواحد يركض، في كبار، في شيبان، في قراء، في أئمة، غاب الإمام تقدم على طول. يا أخي الإسلام يحط لك آداب وشروط ومقدمات، من يصلي في الناس،
الأقرأ ولم يجد الأقرأ في ترتيب. فما بالك لما يصير السلوك في البيت، الولد ماشي قدام أبوه، ماكل قبل أمه، رايح في خربطة، في قيم، في عدم احترام قاعد يصير، والمشكلة ما قاعد يشعر الإنسان أن هذه من الاحترام. رجع أبو بكر أصف في الصلاة، الرسول عليه الصلاة والسلام أشار على مكانك، وكانت آخر طلة وابتسامة من الحبيب عليه الصلاة والسلام لهذا المجتمع الكريم. إحنا الشيخ جزاه الله خير استرسل بالنصوص الشرعية وقال الاحترام يأتي إذا أجللت مقام الله عز وجل. الاحترام كلمة ليست عربية، فارسية معربة، موازيها في اللغة العربية الإجلال، التوقير. إحنا وين احترام إحنا؟ شوفوا صلواتنا. أنا إلى الآن أذكر وآسف أذكر هذا المشهد لأن الصورة ما تغيب. كنا في الثانوية، وين واحد يحصل يا أبو حسين، وين واحد يحصل يا دكتور صلاة في الحرم في رمضان في العشر الأواخر في صلاة الفجر في الصحن ورا الشيخ عبد الرحمن السديس، وين تحصلها هذه؟ وكنا شباب في الثانوي، استقيموا استوينا استقمنا، الله أكبر كبر. احنا قلنا الله أكبر، كان بجواري شاب الآن رجل أعمال اسمه عادل البعيجان من شبابنا، بنصلي دخل بيننا واحد أعجمي من أدري أي بلد يلبس لبس الأعاجم، من قال الإمام الله أكبر نص ثلاثة أرباع الصعبة دخل في الأنف، وهات يا حفريات حفار دريل دريل. طيب خلاص يا أخي، واحد عنده شيء مشكلة ينتهي صلاة كاملة 24، الظهر في حاجة ناشفة شوية قاعد يشلع الأخ، يعني أنا هذا طول الوقت حفريات يا جماعة. والعجيب مو هذه يا دكتور، مو هذه العجيب، أنه لما يطلع يكور ويطلع حول ولا قوة إلا بالله. بس جزاه الله خير ما كان يقطها بالحرم يحطها بجيبه، ما تحملنا في المسجد، ما تحملنا في الحرم، راحت صلاة الحرم راحت. لما قال صلاة السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، الأخ البعيجان ما تحمل، قال بس يا أخي وصلت المخ يا أخي، طاقيتك ارتفعت يا أخي بس. وين هذا عن كلام الإمام الحسن البصري، من أراد أن يكلم الله فليدخل في الصلاة، ومن أراد أن يكلمه الله فليقرأ القرآن، رسالة رب العالمين لك اقرأها. وين هذا الإجلال؟ وين زين العابدين علي بن الحسين عليه السلام إذا أراد أن يقوم إلى الصلاة تأتيه رعشة، قالوا ما لك؟ قال ألا تعلمون بين يدي من أريد أن أقوم؟ كانت ناس تعيش الاحترام والإجلال والتوقير. إحنا اليوم تلخبطت المعايير وضاعت القيم عند الناس. نحن نريد أن نعيد إلى الإنسان إنسانيته تحت مظلة شريعة ربه، يحترم ذاته، يحترم الحياة معناها، يحترم الناس، احترام في البيت، في المدرسة، في السوق، في الشارع. أنا آسف والله العظيم، قبل أسبوع معي بنت صغيرة واقفين في السيارة، يوميا مشهد إلقاء القمامة، وتشاهد هذا الأجنبي الأعجمي يمشي على الرصيف في سبعة الساعة السابعة إلى ربع صباحا على الإشارة، ويلتقط من ممر الرصيف على الرمل بكيسه لأنه يشتغل في البلدية وجمع القمامة، يلتقط ماذا؟ يلتقط زبالات المواطنين وغير المواطنين. هل هذه مجتمعات جديرة؟ الحمد لله الذين يسلمون نظريا من خلال العقيدة السمحة البسيطة العميقة الواقعية الإلهية، فإذا جاءوا صدموا بأخلاق المسلمين، قلة احترام وقلة أدب وقلة ذوق. نحن في ظل مشاهدة هذا الجو من الفوضى اللا أخلاقية في مشاهد جميلة نشاهدها، في مناظر وإيجابيات أيضا في البيت وفي المدرسة وفي الشارع وفي العمل وبين الناس وفي كل مكان. ولو كان هناك وقت لذكرت قصة المضيف الرائع الذي يحترم الناس وباحترامه الناس في الطائرة يصدر قيم عظيمة، لكن خليها إن شاء الله لمرات مقبلة. شكر الله لكم على هذا الحضور، وتقديرا لي ولكم
ولنا جميعا نعلن احترامنا للجميع. نسأل الله عز وجل يوفقنا ويبارك لنا ولكم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاك الله خير يا دكتور، ونحب باسمكم جميعا فردا فردا وشارع شارع وزنقة زنقة أن نشكر دكتورنا الدكتور عبد المحسن الأحمد على تكبده، يعني مشقة السفر والآثار التي يعني بعد العملية، فندعو الله عز وجل أن يعني له بالشفاء. قولوا آمين إن شاء الله، ما أسمع آمين إن شاء الله، أن له بالشفاء العاجل وأن يتم له العافية، لا بأس طهور يا شيخنا إن شاء الله، ونلقاكم إن شاء الله الأسبوع المقبل يوم الجمعة في البحر سنتر. نذكر بالإعلاميات كل شخص الإعلاميات، وكذلك التصوير مع المجسم اللي هو لإعلان الاحترام في الزاوية اليسرى هنا مع الأخ أحمد عماد إن شاء الله. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استعين بالله، الحياة من أجل تحياها بخير، عش هموم الغير تلقى الدنيا غير، انت واحد بس بإحساسك.